كشف أمير سالم رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام كواليس تغطية القطاع لمراسم جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك التي خرجت عقب ظهر اليوم من مسجد المشير. في تصريحات للوطن إن نقل مراسم الجنازة تمت بأيدي أبناء مسبيرو، إذ ضم فريق العمل 29 مصور و8 مخرجين و5 مراسلين والإعلامي محمد ترك مذيع الإذاعة الخارجية، فضلا عن 3 سيارات إذاعة خارجية. وأوضحت أن القنوات المصرية كافة نقلت مراسم الجنازة عن التلفزيون المصري، بالإضافة إلى وكالات أنباء عالمية منهم وكالة الأنباء الفرنسية وكذلك اتحاد الإذاعة العربية أسبو الذي يمد بدوره على كل الدول العربية. وأعربت رئيس قطاع الأخبار عن سعادتها بردود فعل الجمهور بشأن الصورة التي خرجت بها الجنازة قائلة: بذلنا قصارى جهدنا حتى تظهر مراسم الجنازة بصورة مشرفة تليق بالتلفزيون المصري.